فشل حتى النخاع، لا استثني منا احدا، من محيطنا لخليجنا. 360 مليون مواطن عربي كل واحد منهم بيستيقظ صباحا بمنبه صيني، ويغسل سنانه بفرشه مستورده، ويسبح بسبحه صينيه، ويصلي الصبح بمصليه صينيه، ويركب سياره يابانيه او المانيه او كوريه، او حتى اتوبيس او ميكروباص او حتى توك توك، كله براني، ويكتب ويبعت ايميلاته او فاكساته بمنتجات غربيه او جنوب اسيويه. 24 ساعه من ال 24 ساعه بتاعت اليوم كل اللي بيستخدمه أي مواطن عربي من ال 360 مليون لم ينتجوا ولا أنتجوا أي مصنع عربي. أكدت لك مرارا إنه لو اختفى ال 360 مليون اللي عايشين في الوطن العربي، إيه اللي هيحصل في العالم؟ ولا حاجة، ولا حاجة حرفيا وليس مجازا. لا نقدم منتج واحد ينتظر العالم منا كل صباح، تضطرب حياته لو ما طلعش المنتج وتتوقف لو ما لهوش الصبح. العالم بيستنى مننا بس النفط، وده في الارض مش هناخده معانا لو اختفينا، بل ان الغالبيه العظمى من علمائنا ومفكرينا والعباقره بتوعنا اصلا موجودين عندهم، فنحن والحمد لله بيئه طارده لاي ابداع الا التمثيل والغنى والرقص وقليل من الكوره. هذه بقعه من العالم تم تفريغها من معظم اصحاب العقل، هناك يقدرون قيمه العقول. اذا لا انتاج ولا ابداع، العالم هيفتقد حاجتين فقط: قاعدة استهلاكية ضخمة لكل حاجة بما فيها السلاح اللي احنا اكبر مشترينه في العالم، والعالم سيفتقد شعوب يتم تجريب كل انواع الاسلحة الجديدة فيها عشان يعدلوها او يظبطوها او يحدوا من اثارها المدمرة زي القنابل الكيماوية او الجرثومية كده. شوف، اهم حاجة واغلى حاجة في حياة المسلمين اللي هم اغلب العرب يعني بدون تفكير، المصحف الشريف. ده مصحف شريف، بس ده مش مصحف عادي، ده مصحف معاه قلم. بمجرد ما بتشاور على اي حاجة في المصحف، بص حضرتك هتلاقي هنا في اماكن كتيرة جدا، بمجرد ما بتشاور بالقلم ده تشوف القراية بقراية عبد الباسط، مشاري راشد، تقرأ بتلاوات ورش او حفص، يفسر لك احكام التجويد، احاديث مرتبطة بالآية، اعراب، كل حاجة، كل حاجة. دي فكرة عبقرية، ربنا يجعلها في ميزان الحسنات اللي فكرها. صنع فين؟ صنع في تايوان. حتى المصحف صناعة تايوانية أو صينية. ويقول لي أمة إيه؟ أمة إيه؟ هل هي صدفة إن مفيش ولا حاكم مر على الأمة دي من ساعة ما تحررت وقرر إن بلاده تكون دولة صناعية زي ماليزيا أو الصين مثلا؟ مفيش حد غلط؟ مفيش حد حاول؟ هل هي صدفة؟ ليست صدفة ولا مفارقة قدرية، بل هي مؤامرة عربية، عربية وليست كونية. فيكفي فقط أن تضع عملاء في سدة الحكم ليأخذوا الأمة إلى ما هي فيه بالظبط على حطة إيديك، زي ما أنت شايفها النهاردة في نوفمبر 2017، وسيب إيديك بعديها. حتى المصحف هيشهد علينا يوم القيامة إهمالا وتقصيرا. الله خير.